السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. حلينا يا شباب. سعد محمد تركي، حلينا التمرين؟ معك يا استاذ. تمام، حلينا التمرين؟ لا انا ما حليت، طلعت انا ما حليت حتى انا، يعني لو الوقت ضيق شوي. تلت ساعة ما شاء الله، يعني مش دقيقة ولا اثنين ولا ثلاثة. طيب تعالوا نحل سريعا مع بعض. أول جملة: Where are you going to spend summer vacation؟ ركز كده في الإجابة. احنا قلنا في السؤال verb وبعدين subject، ففي الإجابة هنعكس، هيكون subject وبعد منه الverb. السبجكت كان you، في الإجابة كان معناه my parents and I، ما كانش معناها I الوحدة. طيب الverb اللي هو مين؟ مين الverb هنا؟ يا سعد فين الفيرب هنا؟ الار. الله يفتح عليك. يبقى هنكتب الفيرب هنا، هنكتب كده ار. فين باقي الفيرب يا سعد؟ تعرف تكمله؟ هنجيبه منين؟ من السؤال صح؟ فين باقي الفعل في السؤال؟ يلا يا سعود. ها؟ مين؟ My parents and أيوة. My parents and I are. كمل. مين يقدر يكمل؟ Are going. يفتح عليك. going to visit. بس كده، الله يفتح عليك، خلصنا كده السؤال وخلصنا الإجابة. نبقى نقول تاني السؤال: where are you going to spend summer vacation؟ في الإجابة إما I وإما أستاذ محمد. الصوت عندي ما أدري إذا إشكالية من عندي أو من... انت سامعني كده واضح؟ انا سامعك كويس. انت سامعني بوضوح؟ ما ادري الصوت عندي قطع من بداية المحاضرة ادخل وقت. طيب الشباب الصوت واضح يا شباب؟ نعم نعم استاذ واضح الصوت. ماشي يا سعود. اذا قلنا تاني ان السؤال Are you going to spend؟ فالإجابة هنعكس، Are you هتبقى إما I am وإما we are. مش مكتوبة هنا I am، مكتوب my parents and I اللي هي معناها we. نكمل، هنعكس، نجيب الverb بعد السبجكت. My parents and I are going to، الverb اللي بين قوسين يتحط زي ما هو بدون تغيير، to visit my grandparents. اللي بعده أحمد الغشيان. يا أحمد. هلا 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 حبيبي، هلا فيك. السؤال بيقول who you invite، عايز على نفس صيغة المثال المحلول، تعرف who is؟ كمل. طيب لا لا شفت، ممتاز. قال لك هو از، ما ينفعش ايه هو از يو، دي مفيش حاجه في الانجليزي اسمها هو از يو. طب غيرها هو. ها جرب يلا.
احنا قلنا ثلاثة اما am واما is واما are مش كده برضو؟ صح. يبقى مين فيهم؟ is ما تنفعش لان is بيجي بعدها he she it صح كده؟ هو am ده يفتح عليك. قول على بعضها هو am you. ايوه كمل بقى بنفس صيغة المثال invite. لا نفس صيغة المثال المحلول اللي فوق ار ار ها go going. ايوه invite. واحده واحده مستعجل ليه؟ going going invite going to going to invite. أيوة. بس كده قولها ثاني من الاول لو سمحت. Who are you going to invite? ممتاز جدا رائع جدا. احمد الحميد رد عليه. ايوه استاذ حياك. اهلا بك حبيبي. هو بيقول Who are you going to invite? ترد عليه تقول له ايه؟ I am going. بس شكرا انت كده جاوبت السؤال. شكرا مش عايزين تكمل. الف شكرا. يلا بقى روح اتعشى. بس احمد جاب الايه؟ الزبد او الزبده او الخلاصه. I am going to. بس شكرا حط الفيرب زي ما هو. احنا هنكمل اكيد بس حد لسه مش فاهم يا شباب يرفع ايده كده او يقول لي اه مش فاهم. وايه اللي مش فاهمه بالظبط؟ نكمل يعني الامور ماشيه تمام؟ تمام تمام ما شاء الله. شفت بقى لما شرحنا انجليزي بس ايه اللي حصل؟ ظبطت اهي غير امبارح. طيب حد تاني؟ انا ناخد مين؟ ناخد اتش. يلا يا اتش. What are you going to going to go? يا سلام عليك يا سلام عليك وحش. الحسام ما بيدينيش فرصة يعني أقول له أنت جاوبت حتى كده ليه؟ إجابة واحد واثق ما شاء الله عليك. What are you معلش أنا آسف مرة ثانية الكتابة بالماوس يعني مرهقة جدا. Going to do. وهكذا وصل عبد الله الإبراهيم ويلا عايشني لحظة بقى. شفت اهو المايك زعلان منك مش راضي يخليك تقول ليه؟ عشان انت معترض على الطريقة. لو وافقت على الطريقة المايك هيفسح لك على طول. غير نيتك كده وتلاقي الامور تمام. في تقطيع مش تقطيع حضرتك مفيش اي حاجة احنا سامعين بس احنا سامعين يا عبد الله. طيب مين تاني هيجاوب ويتلاقي ان هو فاهم كويس النهارده؟ عايزين حد كده ايه ما جاوبش من فتره. ناخد مثلا بدر الدوسري ناخد حمزه ناخد سعود خالد الهزازي الناس اللي صلحت عندها ميكروفونات دي من الربع اللي فات. سعيد الخالدي سلمان الجميع هلا سلمان لؤي العلوي اي حد من قلت اسمائهم دلوقتي يفتح المايك ويجاوب كده معانا. الحين طيب تسمعني نعم يا عبد الله تسمعني الحين تسمعني صوتي واضح؟ عيش اللحظة أقولك أنا مش فاهم ما فهمت شيء عشان أنت داخل متأخر. لا مش داخل متأخر من البداية أنا موجود من البداية ما قبل لا تقطع من قبل أنا كنت موجود. أنت حاضر الجزء ده؟ إيه بس أفهم يس الجزء ده حضرته؟ على الشاشة دلوقتي ظاهر على الشاشة حضرته. طيب انا سالت حد مش فاهم محدش رد سالت كله فاهم حلو ايوه مستعدين للحل تمام. طيب كله قال تمام. قلنا مختصر الكلام بيكون عندي اي جمله بركز على subject and verb. I change the subject and verb into verb subject. فمثلا لو كان عندنا I am in the question تبقى are you. He is. Yeah,
He is in the question. Is he? They are in the question. Are they? وهكذا. دي أول خطوة عملها. خطوة الثانية. أيام. أيام أر. بالضبط كده. أصعب واحدة فيهم بالمناسبة أيام يعني. أو حتى وي أر. هم أصعب اثنين يعني. إحنا بدأنا بالصعب يعني. الخطوة اللي بعدها. بكمل الجملة عادي جدا. Going to. خطوة الثالثة. What is the verb? أشوف الverb. هل أسأل عن الverb ولا هسأل عن شيء آخر داخل الجملة؟ If I ask about the verb, كل ما في الموضوع هشيل الverb تماماً ومعاه باقي الجملة وأكتب كلمة do. أكتب كلمة do. ويبقى السؤال What are you going to do? ولكن يا عبد الله أنا قلت إنه ما ينفعش في كل الجمل أكتب What are you going to do? ما مش هتمشي مع كل الجمل مش استنبه إحنا وبنلزقها في الشارع. ما ينفعش. أوكي؟ لازم نشغل دماغنا شوية. في الجملة الأولى سألنا عن at the restaurant فقلنا هنشيلها من الجملة خالص ونستعيد عنها ب WH question about place اللي هو where فتكون الجملة where are you going to eat. الجملة الثانية he is in the question is he بعدين going to and the verb come we are going to ask about the verb ولا حاجة تانية لك لا اسأل حاجة تانية غير الverb مش كل حاجة بقى What are he going to do? What are you going to do? نخلص من استنبل الفشلة دي. ونكتب ايه؟ نكتب come زي ما هي. اخر خطوة to ask about at night. At night is time. فممكن اسأل عنها what time او when. فتكون الجملة when is he going to come? He is going to come at night. عارف ان انت عندك مشكله في الصوت بس اهم حاجه انت سامعني اكتب ان انت سامعني واكتب ان انت فهمت اوكي يلا نكمل يلا يا شباب مين يكمل معايا اخر واحد جاوب كان احمد حمدي مين يكمل الاجابات يلا يا علي السلام عليكم السلام عليكم تفضل يا علي ما حدش ناوي يجاوب هلا اجاوب سام لا غير حسام يلا يا غشيان يلا يا احمد I don't know I am ايوه not doing عليك الله يفتح عليك to doing لا 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 انت ماشي صح I am not going كمل to ايوه اخر حاجه ايه الفيرب اللي ينزل زي ما هو do بس الله يفتح عليك ممتاز هنكتبها ازاي دي اي I am Not going to do. Thank you very much. إجابة حد كده إيه بيفهم أثناء الإجابة. شكرا لك. Thank you. You're welcome. عبد العزيز غزواني. الله يا عبده. طيب مين هيجاوب تاني يا شباب؟ How are? Sorry? How are? How? ده How علي اللي بيجاوب علي؟ اي تفضل يا معلوة How ناخد لهم How are? كده Are Your parents Your parents going to do سلام عليك going to what do or go لا لا دي ولا دي الفيرب اهو عشان الف فيرب من عندنا الفيرب اللي بين قوسين على طول ينزل زي ما هو اللي هو ايه بقى celebrate اسمه ايه celebrate ممتاز عليك ما شاء الله عليك مين تاني
خلاص خلاص اتش انت جاوبت يا حبيبي. يلا غيره، عايزين حد ناس ثاني شركه يا جماعه. يا بشر جماعة اللي متغدين كبسة دول أو فطر فول مش عارف. لؤي محمد اليامي مين؟ أسامة؟ They are going to go. يلا يا سمسم هنجيب لون كمان، ولكن اللون العجيب ده أنا مش عارف هو اللون ده أصلا. They're أيوة going to go to go. ما شاء الله عليك، تحت شعار نعمل بهدوء ولكن بثقة. شكرا يا سمس. مين تاني يا شباب ما شاركش؟ سعود كريم، سعيد الخلدي، سلمان الجميعة، العزيز غزواني، لؤي العليوي، محمد اليامي، عدد كبير هو ما شاركش. يلا يا شباب أنا مستنيكم. What are your sister? يلا يا عبد الله. صح كلام صح. يلا كده بشرني واحدة واحدة حتى لو بتجاوب غلط. What are your sister going? السؤال يقول إنجليزي ده يا مرسي. إنجليزي. Are your sister? What are your sister? يعني your sister لما أجي أجاوب على السؤال. هقول your sister are ال... متأكد من انت بتقول يور شنو يجي قبلها؟ انا بسألك، لا لا انا عارف انه في السؤال هي قبلها، انا متأكد. انا بسألك لما اجي اجاوب على السؤال، السؤال ده هقول ثواني حضر يا اتش، هقول your sister are your sister are your sister are. ما انا بسألك اهو your sister are. لا ما في ار اصلا. انت حت... انت قصد تحت الرقم خمسة ولا فوق؟ لا لا حبيبي انا عارف ان انت بتجاوب ايه السؤال، انا بقول لما تجاوب على السؤال يعني ترد يعني على السؤال اللي انت سالته ده، هتقول your sister are. ينفع انا اشوفها كده كده؟ ها اذا غلط قول لي غلط. لا انت اللي هتصح لنفسك، انا بحبك تصح لنفسك، بحبك تقنع نفسك. لا يس مو هي نعتمد على نفسي. انت قصدك لا انت يعني... ما اعتمدتش على نفسك دلوقتي، مش هتعتمد على نفسك في الاختبار لحضرتك. اوكي ما هو انا الحين عشان تعلمني، اذا هو غلط اشرح لي اياها كيف تجي. انا افهمها، لا تقول لي مثلا انت تشوفها صح. انا ما اشوف، ما ادري، انا طالب، انا بس اتعلم منك. انت صحح لي. Don't just a receiver. عايزك تبقى الديكودر، انت اللي تلف وتجيب الامر بنفسك. يلا. طيب وانت مدرس يا استاذ، انت لازم تشرح لي برضه صح ولا لا؟ نو نو انا دوري ان انا بوجه. كيف نو؟ بوجه حضرتك يعني فقط. يعني انت استاذ، انت يعني وظيفتك توجيه بس مش تعليم. الله يفتح عليك. فانت هتقول ليه؟ ليه بقى الله يفتح عليك؟ لانه سهل جدا اقول لك لا خطا مش ار دي مش عارف الاجابه كذا. تقول لي ليه؟ اقول لك عشان كذا. طب انا جاي اتعلم، انا مو جاي عشان جاي اعتمد على نفسي ولا جاي توجهني. احنا انا جاي اتعلم يا استاذ. هنلف في دايره مفرغه من التلقين، وانا ما بحبش القن المعلومه، بحبك تجيبها تتعب عليها شويه فتوصل للاجابه. إيه اوكي انا فاهم عليك. اوكي انا تعبت. اوكي انا قلت لك وات ار يور سيستر، قلت لي لا. ليه بقى؟ صح. فكر كده معايا. اوكي انت بين اني انا اللي جيبها صح. لما نقول يور سيستر، يور سيستر سينجلر اور بلورال؟ سينجل. الله يفتح عليك. طيب ذا سينجلر ان انجلش فول صح ما يقدر. اوكي 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 ذا سينجلر ان انجلش. سينجل ما تجي ها تجي از منها سينجل صح؟ تجي ايه؟ الار از لان الله يفتح عليك. الله يفتح لانها عليك. لو ار يور الله يفتح مش سينجل. الله يفتح عليك بس خلاص كده المعلومه. لو اكثر من سيستم عمرها ما هتطلع من دماغك ان شاء الله. اوكي انا ترى استلم ان انا اتناقش معاك، انا بك انت تشرح لي اكثر توجهني اكثر. يلا يا اعتمد على نفسي زي كذا. نجيب من الاول. يلا قول تاني من الاول. يا اوكي وات از يور وات از يور سيستر. ايوه كمل بقى.
Wait. What is your sister? أنا سمعكو. Going. يا سلام عليك. Going. أيوة. Okay. سمع. Okay. اللي هتقوله هكتب بس مش شرط يكون صح طبعا. What is... هو نحدده هنا. What is your sister going? ها؟ لا هذه هنا اوكي هنا لا اوكي على مين لا صبر خذ وقتك دو قبل دو في حاجة تنسيتها مو هذا اللي انا going do ما حدش يجاوب يا شباب سيبه هو اللي هيوصل معه حسام قاوم لا هو داوم خرب عليه التفكير حتى going do going انا اكتب دو صح ما هو اوكي بس ترى حسام كتبها وانا لخبط مخي كذا طب جاوب يلا والله اني كنت متعمق في التفكير بصيدها وهو كتبها ترى خرب التفكير على مهلك ولا يهمك ولا يهمك خالص يا حسام تجاوب بعدين ولا يهمك برضه عشان ها قال هو تو دو يلا قول ما هو قالها خلاص يلا قول من الاول تاني what is your sister going to do بس كده شكرا اللي هيجاوب بقى في دور عبد الله تاني هخصم منه 10 درجات اي اخصم ذا لان انا كنت قاعد افكر في عمق يعني خشيت تعرف تجاوب تعرف تجاوب على السؤال لا يلا حاول ما اعتقد لا ولا يهمك ايش ولا يهمك بنهزر حبيب لا امشي بيت يلا محمد علي الجامي هيتصدر لاخر اجابه يلا يا حبيبي مرحبا يا استاذ هلا وغلا وحلا هلا بك كيف حالك يا استاذ عشاك طيب يلا يا حبيب قلبي كيف حالك يا استاذ طيب الحمد لله رب العالمين اخر اجابه تعرف تجيبها يعني ما شاء الله عبد الله الابراهيم ادى مثال حي للتطبيق العملي على الشخص اللي بيجاهد حرفيا عشان يوصل للمعلومه ووصلها بمنتهى الحرفيه ما شاء الله يلا مين هيجاوب الاخيره يلا مين هيجاوب اخر واحده انا يا استاذ انا يلا يا وحش فهير هير بوي فريند هير بوي فريند ايوه هي هير بوي فريند ار طب هو البوي فريند سنجلر ولا بلورال سنجلر الله يفتح عليك يبقى از ولا ار ار جواب نهائي نهائي هذا اللي انا عارف طيب امال البلورال بياخد از الاز بس ما يركب الاز على هذه ليه لانها بتعمل كاتشب مثلا وهي والاز بتعمل مايونيز مش هيركبوا على بعض لا هي مش كده خالص تركب بس يعني ما تركب هنا ما احنا هنشوفها احنا كلها هنعمله هنحذف كلمه هير بوي فريند ونحط مكانها هي صح مش كده حلو قوي هي ايه بقى هي از ولا هي ار هير بوي فريند ار ار لا لا انا بسال شيل هير بوي فريند خالص ونحط مكانها ايوه كده برضو هي از اذا شلنا هذه بقى الله يفتح عليك بما ان شلنا هدي كلها حطينا هي ايوه وهي يجي على طول از مش كده از على طول على طول يبقى بناء عليه هير بوي فريند از وصلت؟ ايوه الحمد لله على السلامة الله يسلمك از يا استاذ ايوه قولها تاني من الاول هير بوي فريند هي بوي فريند از ايوه نكمل
take her way to is what is go going is going going what is going to to كمل الجملة. Take her take way her to out to dinner out take her out واخر القلم شوي اهو حبيبي ايه to dinner to dinner 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 يبقى her boyfriend is going to take her out to dinner dinner yes جاء عجل صحيح انا على باري اه ممتاز ممتاز وده برضو محمد علي ادانا نموذج لشخص كان فاهم المعلومه بشكل خطا وتم تصحيحها عن طريقه هو شخصيا وبدا يفهمها بشكل صحيح شكرا جدا يا محمد العفو يا استاذ طيب كده احنا خلصنا هذا الجزء ننتقل للجزء التالي يا استاذ محمد أطلع. الشاشه عندي مو طالع ليش ما اعرف الان مش طالعه اي والله معي انا ما ادري عن الزملاء ما ادري طالع عندكم ولا من عندي طيب مشكله عموما احنا يعني خلصنا مش هنشرح اكتر من كده وهيكون المطلوب الاتي هنروح لكتاب الورك بوك اوكي ركز معايا في الصفحات دي احمد انا عارف انت مش شايفها بس هتركز في الارقام هنروح لكتاب الورك بوك هنحل ويت استاذ بس حاضر حلو ويت يا استاذ اصبر دي عجبتني شكرا يا علي انت ذكرتني حاضر حبيبي هقول الواجب وبعدين اخد الحضور شكرا مره ثانيه ليك هنحل صفحه 63 64 يا استاذ نعم حبيب ما اخذت الكتب انا ما فيش مشكله تتفضل تحضر شباب معهد لو مسدد هتاخد النسخه لو زمايلك اخذوا لو ما حدش اخذ يبقى هتبقى زيك زي زمايلك النسخه السوفت وير انا بعته لكم على المجموعه واحمد خليه يبعتها تاني على المجموعه خلاص يعني اللي ماشي على زمايلك جا وقت التسليم بس ارسلوا لنا على الواتساب ما انا بقول لك اللي ماشي على زمايلك هيمشي عليك اذا هم اخذوا استلموا المعهد يبقى تستلم زيهم اذا هم اخذوا نسخه سوفت وير يبقى تاخد نسخه سوفت وير زيهم وانا بعتها على المجموعه واحمد يبعتها لك تاني خلاص لا وش انا ما عندي خبر لاني يومين هذه ما كنت بحول الجوال طيب نقول تاني عندنا اوكي استاذ 63 وصفحة 64 هنحلهم homework خلاص homework ها تمام ودلوقتي ناخد الحضور هذا أي كتاب أستاذ موجودين قلت لي workbook طبعا workbook أوكي أوكي حد عنده أي سؤال خلاص يعطيك العافية أستاذ يا استاذ تفضل دام فضلك الحضور يا استاذ كيف ايش وضعه تمام ولا خلاص خلاص اخذت الحضور خلاص شكرا حبيبي شكرا حلو العفو والحضور بعدين يعني الاختبارات نهائيه كيف نعم نفس الترم اللي راح كل شيء انا برفع الـ 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 برفع اليوتيوب ادخل تابع القناه خلاص ايوه هتعرف من خلال انا اتكلم عن يعني الاوضاع الحين مع الكورونا نحضر في المعهد ولا ما نحضر لا مفيش حضور في المعهد بالنسبه لكم انتوا حلو الترم هذا كامل اه حلو يعطيك الف عافيه يا استاذ اياكم حد عنده اي سؤال اخر اوكي لا بس يعطيك العافيه عندك شغل انت استغفرك واتوب اليك واياكم حبيبي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته